السيسي يؤكد العمل على مواصلة دفع العلاقات المتميزة مع ألمانيا وتطويرها في شتى الأصعدة. بومبيو يؤكد أن القوات الأمريكية أتمت مهمتها في سوريا. الأمم المتحدة تمدد تقويض وكالة الأونروا، والرئاسة الفلسطينية تصفه بالقرار التاريخي. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لدفع العلاقات المتميزة مع ألمانيا وتطويرها على شتى الأصعدة، وفي اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أكد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجية الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية. ومن جهتها أكدت ميركل حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. أثنى قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على دور مصر وحرصها على وحدة الأراضي السورية، وقال عبدي في تغريدة لها على تويتر إن مصر وقفت مع الشعب السوري في مواجهة العدوان التركي والذي يهدف إلى إحداث التغيير الديمقراطي في شمال سوريا. كما وصف قائد قوات سوريا الديمقراطية مواقف القيادة المصرية بالإيجابية وأنها نجحت في الحفاظ على هوية المجتمع السوري التعددية. دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قرار سحب جزء من القوات الأمريكية من سوريا، وقال بومبيو إن الهدف من نشر القوات الأمريكية في سوريا تم تحقيقه وإن سحب هذه القوات حاليا لن يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر. هذا وأوضح بومبيو أن بلاده تحتفظ بقوة كبيرة في العراق، إضافة إلى بقاء عدد لا يستهان به من العسكريين الأمريكيين في سوريا. دعا المتظاهرون في العراق إلى تنفيذ إضراب مدني شامل يوم غد الأحد في تصعيد جديد للاحتجاجات. ومن جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، إضافة إلى مقتل 3 متظاهرين وإصابة 40 آخرين خلال تفريق الاحتجاجات في ساحة الخلاني. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد ولاية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى نهاية يونيو 2023. هذا وصوتت 167 دولة لصالح القرار مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت. هذا رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار واعتبرته قرارا تاريخيا يعبر عن الإجماع الدولي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين. اتهمت قبرص النظام التركي بانتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات تنقيب بحرية عن النفط والغاز قبالة سواحلها. وقالت الرئاسة القبرصية في بيانها إن الإعلان عن هذه التحركات غير قانونية من جانب تركيا مع بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي يعكس ازدراء شديدا واستفزازيا للقانون الدولي والأوروبي. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز.تي في. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.